كيف ما كتشوفوا معنا اليوم كان عندنا واحد بيفي يعني كي كان غير صدفه. اول حاجه كنا دوزنا واحد لا فورماسيون بمؤسسه عبابو، يعني هي اول حاجه يعني كتبقى هاد الفونداسيون بحكم انا اللي كندوز لي زانفورماسيون سواء الدراري او البنات. ولكن كيف كنقول لكم نرجعوا على اساس اليوم اللي هو 8 مارس كيبقى واحد اليوم اللي عالمي بطبيعه الحال كتحقق فيه المراه يعني الاهداف ديالها. وبطبيعه الحال ما نساوش الراجل حتى هو كيكون عنده واحد اليد واحد النسبه بطبيعه الحال المرأة والرجل كيكملوا بعضياتهم. ولكن بالنسبة للمرأة يعني اقتحمت يعني بالنسبة للمجالات يعني سواء طيران أو لا هذا سميتو جميع المجالات. ومن هذه المناسبة كنقول لها سواء المرأة المغربية أو العربية أو العالمية كنقول لها يعني كتحقق واحد الأهداف وفرتي الوجود ديالك أو لا درتي واحد البصمة بقات. وطبيعة الحال كنتمنوا لها عيد مبارك سعيد. صافي تتخدم داكشي بيدي تتولي خالد متجانس. يعني شنو كنقولوا ليه هاد لا تكنيك شنو؟ صابلاش فوالا صابلاش صباعك مور تبعتو السكر عادي درت 100 غرام ديال السكر بولي و 75 غرام ديال السكر عادي مورا درت فاني براون شوكر كيجي كخوكو بحال هادي على برا وكيكون ناقص من الحليب ماشي بحال هذا سميتو. سمع ديجا حنا دوزنا في الكوب و سي لا ميم شوز في الفيزيو كمية تبارك الله تبارك الله عليك. لو كروكون زوين تبارك الله عليك. بالنسبة للبوغ البوغ سبيسيال. وبالنسبة لا فورماسيون اللي كنا كندوزوها أول حاجة يعني الهدف ديالنا هو أنه بالنسبة للتكوين كيبقى يعني مجاني. ثاني حاجة هو أنه كيدوزو لي زانفورماسيون حتى هما كيكونوا يعني مجانيا يعني بالنسبة للفئات اللي كتستهدف أو اللي كتكون عندنا كيستافدوا من الفورماسيون اللي كندوزها لهم أنا بطبيعة الحال سواء كتكون يعني بلي بلا كتكون تراديسيونيل أو لا كتكون لي بلا اللي كتكون انترناسيونيل. ليسونسيال هو أنه كتكون واحد المراقبة ماشي نقولوا يعني غاتوي الإنسان كيسان بكل حاجة. وإنما حتى بالنسبة للدراري اللي ما كيكونوش عندهم يعني واحد التكوين أو لا كيخرجوا من واحد الدراسة اللي كيف كنقولوا يعني الهدر المدرسي حنا كيكونوا واحد الباب اللي مفتوح لهم كنستقبلوهم ما كيكونش شي تكوين بطبيعة الحال بالنسبة للفندقة لا كويزين أو لا باتيسري. وإنما كتكون عندهم بزاف ديال المجالات اللي كيستهدفوا فيها سواء التنمية الذاتية أو لا دي برونش اللي كيكونوا مختلفين. جبلي ودرت ثلاثة ديال كولي دو فخيز درت 400 غرام ديال فخيز و 100 غرام ديال السكر. تبارك الله. وبالنسبة لهذا شنو المشكل اللي لقيتي في فلاغوسي؟ هو أنني درت ليه ديكوراسيون قبل الوقت و لا ابار ديكوراسيون يعني سي با غاف. انا كنهضر لك يعني بالنسبه شنو وبالنسبه لاباز ديال لو كيك شنو درتي فيه؟ شنو درتي تحت منه؟ فوالا بيسكوي شنو فيه؟ شريتي يعني ما درتي فيه حتى شي حاجه ما درتيش فيه لو بوغ شحال ديال الزبده؟ 20 دونك غادي تقطعي لنا باش غادي نديسكوي يعني خاصها يتبانش شويه بالناطاج بالنسبة للفخيز يتبانش شوية. هانتي من كنقطعو كنحاولو نحيدو الموس منو داك باش ميتبقاش لنا داك. بالنسبة للأفاق ديال الشباب لهذا الفورماسيون هذا هو أنه كنخرجوا يعني كيخرجوا بواحد ديبلوم اللي هو بطبيعة الحال كيكون ديبلوم ديال سبيسياليتي ديال لاكويزين أو ديال لاباتيسري. ثاني حاجة هو أنه كنحاولوا نقللوا من نسبة البطالة يعني إن فوا كيساليو هذا الفورماسيون هذا كيخرجوا كيخدموا يعني كيقبطوا دي بوست سالير كيكون زوين يعني بالنسبه ليه هو اللي ما غاديش يقدر يعني يقرا او لا يصل لواحد المستوى. ولكن بالنسبه لهنا كنحاولوا نقلصوا ليه المده ديال الدراسه وفي عام كيحاول ياخذ تكوين وكيستافد منه وبالتجربه ديالنا حنايا يعني كنحاولوا نبارطاجيها معاهم باش كيوصلوا للهدف اللي بغاو. انا بعدا عجبني تبارك الله عليك زوين كيدوب تاخذي في
ميم هاد لاباز الثانيه ما بقاش حاجه. بالنسبه للشباب نصيحه لهم بزاف، يعني حاليا ولا واحد الجمعيات ولا واحد هذا اللي تبارك الله يعني موجودين، يعني الانسان ما يستهنش وما يحاولش يخلي واحد الفراغ في حياته ما يدير حتى شي حاجه، يحاول يفرض راسه يعني في جميع المجالات، اللي يدير المهنه اللي كيبغي هو او اللي كيرتاح فيها. يعني انا كنقولها لهم، يعني الدراري اللي كيقراو عندي الحاجه اللي درتيها وكتبغيها بطبيعه الحال غادي توصل ليها، امبوسيبل ما غاديش تقدر توصل لديك الحاجه. نوعية الشوكولاتة؟ الشوكولاتة مزيانة سميتها ريش. فوالا زيد. ومن كنضيفو عليهم بحال هكا كنهيدهم فوق البطا، كنخليو ديك الشوكولاتة مع الزبدة واحد شوية، كنضيفو عليهم واحد 10 غرام ديال الزيت، كنخليو كنمشيو للوز كنقرقع. علاش درتي الزيت؟ باش يعطي واحد مويلو. موي باش يعطي واحد الكولور ديالو حتى هو. الزيت. وضفنا عاوتاني القرقع. شي سعاد تحاني مستفيدة من فورماسيون الشيف شعيب. في الأول كانت غير هواية، ومن بعد بغيت نتعلم لاباتيسري أكثر، حيت صراحة لاباتيسري كتعلم فيه بزاف د الحوايج، وبغيت نصقل الموهبة ديالي إن شاء الله ونكون شيف كبيرة من القدام. صراحة دازت فورماسيون زوينة، تعلمنا بزاف ديال الحوايج، خدينا بزاف ديال لي زيتاب، تبازينا على بزاف ديال الحوايج، وها هي النتيجة قدامكم كيف ما كتشوفوا، أننا قدرنا في الأخر أننا نوجدوا دي غاطون في المستوى. بمناسبة 8 مارس كنحيي جميع نساء العالم، وكنقول لهم اللي عندها شي هواية تمارسها، باش إن شاء الله تدخل سوق الشغل وتقدر دير مشروع ديالها وتحقق طموحها. وكنشكر جميع نساء العالم على التضحية ديالهم وعلى الصبر ديالهم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.